Muddy roads and destroyed cars fill the streets of seaside Libyan town of Sousse, where devastating floodwaters swept Ahmad Ali Karkara's home and cars. Like thousands of others, Karkara is trying to cope with the trauma of that night, after the torrent of water inundated his home, where he was staying with his pregnant wife and children. "We saw people, bodies, and cars floating towards the sea. We were in the building on the third floor. When the situation calmed down, we went out and searched for bodies. We found two bodies near the sea," added Karkara. A torrent unleashed by a powerful storm burst dams on Sunday night, washing multi-story buildings into the sea with sleeping families inside. Confirmed death tolls given by officials have varied, all are in the thousands, with thousands more on lists of the missing. كنت كيفني بندير كيفني بندير قعدت لوليا تصرخ والعويل رقيت فوق علي حوش من علي حوش هالي قلت لهم يا عرب يا هو تعالوا انقذوا قالوا لي كاننا قلت له غرقانين اندرف علينا السير خاض اللي في الحوش كله خاضها والسيارات عدن ثلاث سيارات سيارتين خاضهن السير عيطت الجاري مديت من مديت للعويل متاعي والولية انا بيدي متاعي في الشهر متاعها شهرت في القريب توظف فهمت علي يعني حرت نقول للولية اطلع ما بدش تطلع لاني كريتها كر وديتها وين رقت عند الشياء عند هالي فوق عيطت الجار نتاع العمارة قعدت ايش نقولوا يا الله ويلا نجوا العويل قعدت نعزق له بالعيل نبيدي واحد اثنين ثلاثة اربع ولدين وبنيتين ورديت على الولية نزلت عليه لو تكرت كر ما قبل ايش ما قبل رقيت الجاري فوق مد لي سلوم بشيش بش الولية جات بتنزل ما قدرتش لان فيش في بطنها عيل خفت عليها النيش وقعدنا فوق السطاح قعدنا غير نشاهد ونقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. لما قعدنا فوق السطاح حقينا السيل مندرف علينا نحن نحقوا في ايش في ناس وجثث مشيت وسيارات مشيت ايش مشيت مع جثث شور البحر فهمت علي لما هدا الوضع ايش ولما هدا ما زاد قاعد عند من قاعد نبدي في العماره في الدور الثالث فهمت علي لما هدا الوضع طلعنا مشينا نبحثوا في ايه ندوروا في الجثث لقينا جثتين لو طلع على شط البحر ولقينا جثه على شو اسمها طيب على المزقب جابها السيل بنعمل حكمها السيل قضية ونسيتي معاقة بيجي ما بابا عرفته الحمد لله يا رب اللحظات الموت والله انا طلعت من الجراج لقيت مت حذاي ان السيل كان جارف خلاص جرف السياره مع حل تجاري هذا يجيها الباب هو اللي نقضني ونقض صغاري بصراحه يعني ومعيهني ست معاقه عربت الله وش اسمها حطيني من في الحوش الرجل هذا بعد طلعني من هناك الجهه الاخرى يعني والحمد لله رب العالمين ان ربك نجاني ورزق يعوض الله ان شاء الله يا ربي.